Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wa sallam 25 sanah سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عنا. فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطورا راهب نصرانية، فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآوى. وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية، فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى. وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلا. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما، فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفى. فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب ريا.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب، كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية، وقال: هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مصراه. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها، وقيل عمها، وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية. وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه أطر. اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.